بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ببركة الله سبحانه وتعالى تعلن ثانوية آل الرسول بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وكما عهدناكم سابقا بأن نكون الطليعة إن شاء الله. اختر لنفسك مقعدا في ثانوية آل الرسول الأهلية للبنين، فهي المدرسة التي إن شاء الله ستنطلق منها إلى المعاهد والكليات الراقية، لأنه جميع مقومات النجاح متوفرة في ثانويتنا، ثانوية آل الرسول. حقيقة أنه مقومات النجاح كثيرة ومتعددة، وقد لا تجدها كلها تجتمع في ثانوية واحدة، إلا أنها وحرصنا على أن نجمع هذه المقومات من كادر تدريسي متميز، كادر متألق، كادر له التجربة السابقة والنجاح في استحصال المعدلات الراقية. والكادر هذا من جميع المراحل الدراسية، من الأول إلى السادس الإعدادي، وبجميع فروعه العلمية. مقومات النجاح أيضا متوفرة من قاعات دراسية موجودة، من ساحة أيضا لممارسة الرياضة. فكل هذه المقومات قد لا تجدها في ثانوية أخرى، ولهذا نقول ونكرر أنه أحرص على أن تحجز لك مقعدا دراسيا في ثانويتنا، ثانوية آل الرسول للبنين. فلتكون انطلاقتك من ثانوية آل الرسول للبنين منطقة الشوارع الأربعة، حي الأساتذة، مدير ثانوية آل الرسول الأهلية للبنين لفتة عبد الله ناصر، وشكراً.